لا تبنى الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم بشكل عشوائي، فالاتحاد الدولي لكرة القدم وضع مستنداً مؤلفاً من 225 صفحة يشرح فيه كل التفاصيل التقنية التي يتعين اعتمادها. السعة المثالية للملعب هي 80,000 مقعد، ويتعين أن تكون وجهته من الشمال إلى الجنوب بهدف تجنب إبهار اللاعبين والمتفرجين والكاميرات. ويضم الملعب 4 مناطق مستقلة، لكل واحدة منها مدخلها الخاص بهدف تسهيل دخول المتفرجين. وتنص التعليمات على أن يزود الملعب بسقف شفاف ذات 4 جوانب مائلة لحماية الملعب عندما يكون الطقس عاصفاً. قياسات الملعب محددة، 105 أمتار بعرض 68 متراً، وإذا أضفنا مناطق الخدمة يكون المجموع 125 متراً بعرض 85 متراً. أرضية الملعب المالسة والمستوية مكسوة بعشب حالته ممتازة، أما نظام الري فأوتوماتيكي قابل للسحب وقادر على تأمين التدفئة أو تصريف المياه، وذلك بحسب الظروف المناخية. وعلى جانبي خط الوسط دكتان لمقاعد البدلاء تتسعان ل23 شخصاً على الأقل، تحميهما سقيفة شفافة. وللمنطقة المخصصة للمنتخبات الواقعة تحت المدرج الرئيسي مدخلها الخاص، وتبلغ مساحتها 200 متر مربع على الأقل، وهي مؤلفة من غرفة لخلع الملابس وغرفة للعلاج الفيزيائي ومراحيض وحمامات ومكاتب، من دون أن ننسى غرفة فحص المنشطات والتي تبلغ مساحتها 36 متراً مربعاً على الأقل. أما المتفرجون فيجلسون على مقاعد فردية عرض كل واحد منها 50 سنتيمتراً، في حين يبلغ ارتفاع مسندها 30 سنتيمتراً. وتتراوح المسافة الفضلى التي تفصل أرض الملعب عن المتفرجين بين 90 و190 متراً. حول الملعب نجد مركز الإعلام ومركز طبي ومواقف لسيارات المتفرجين ووسائل الإعلام والشخصيات البارزة. وأما تدابير المراقبة المعتمدة فتشمل مراقبة التذاكر 3 مرات بالتزامن مع عمليات تفتيش وبوابات دوارة وعمليات تفتيش بصرية.